مرحبتين بك مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة التي خصصناها اليوم للحديث عن ما يحدث في مدينة الصخيرات في يعني موضوع حكومة التوافق التي بإذن الله ربما س يعني تفرزها هذه الحوارات يوم الغد. معي السيد صلاح الشلوي عبر سكايب. أهلا بك سيد صلاح. نعم تسمعني سيد صلاح؟ نعم صوت واضح. نعم كان معي قبل الفاصل السيد إبراهيم ليطان عضو مجلس البلدي سرت، وتحدث عن المعاناة أهل سرت مع تنظيم الدولة الإسلامية هناك. تحدث عن 50,000 كتاب قد أحرقها داعش في مدينة النوفلية في منطقة النوفلية، يعني احتجاجا على ما ربما المناهج الدراسية. وما هو رأيك في هذا الفعل، وهل فعلا يعني حكومة التوافق الوطني لها يعني دور كبير في هذا الوقت بالذات في أن يعني تولد يوم الغد للاهتمام والنظر إلى مدينة سرت وباقي المدن التي تحدث فيها اشتباكات، وحيث يعني بالتأكيد تحدث المجتمع الدولي بأن هناك دعم حقيقي لهذه الحكومة حكومة التوافق؟ يعني كل المشاكل ابتداء من معبر ذهيبة إلى معبر راس جدير إلى معبر مساعد إلى معابر الجنوب كلها في العوينات وغيره إلى إدارة الدولة والمحاكم والشرطة والحرس البلدي في درنا وفي البيضة وفي طبرق إلى تمدد الجماعات الإرهابية أو ما يسمى بداعش اليوم في كل مكان، إلى احتياجات المواطن البسيطة في تصريف مياه الأمطار حتى لا تفيض على المواطنين وتهدم بيوتهم وممتلكاتهم وتخرب أرزاقهم وزروعهم وغيره، إلى الطريق العام عندما تجرفه الأمطار أو يقف بعض البلطجية يقطع الطريق على الناس، إلى الأطفال عندما يذهبون إلى المدارس ويجدوا من يؤمن ذهابهم ورجوعهم إلى بيوتهم سالمين من كل المخاطر. هذه اليوم لا تستطيع أن تواجهها البلد بحكومة في طرابلس وحكومة في طبرق، هذه لا يمكن مواجهتها إلا بحكومة واحدة وواحدة فقط هي التي يتضامن معها الشعب وتلقى التأييد الواسع من أبناء الشعب جميعا، وتلقى التأييد الواسع دوليا دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا. يمكن بعد ذلك الحديث عن معالجة مثل هذه القضايا، قبل ذلك ليس بمقدور أحد على الإطلاق لا في طبرق ولا في طرابلس معالجة واحتواء هذه المخاطر. لماذا؟ رأينا أن عندما تحركت الكتيبة 166 لمواجهة خطر داعش في بدايتها تم قصفها من قبل قوات حفتر أو طائرات حفتر. عندما تقدم الثوار من البيضة ومن طبرق ومن درنا يريد أن يغلق فك الكماش على تنظيم الدواعش في الفتايح، تم الاستيلاء على ذخائرهم وعلى أسلحتهم من قبل جيش حفتر. إذن لا يمكن واحد يصلح وواحد يخرب، لابد أن تكون حكومة واحدة، وبعد ذلك سيكون تصرف حفتر أو غيره خارج إرادة هذه الحكومة هو خروج عن القانون، ولن يجد له أي دعم لا إقليمي ولا دولي. إذن مطلب حكومة التوافق الوطني مطلب حيوي بالنسبة للمواطن الليبي، لا يمكن أن تسير شؤون المواطن الليبي بدويلات داخل الدولة أو بإمارات داخل الدولة أو بحكومتين، لا يمكن. حكومة طرابلس عاجزة تماما وحكومة طبرق عاجزة تماما، المؤتمر الوطني عاجز تماما والبرلمان أعجز من المؤتمر الوطني، لابد من اتفاق سياسي ينهي حالة العجز وحالة المؤتمر. بالتأكيد سيد صلاح، هذا هو الذي يريده أيضا الثوار وأعلنوا عليه في أكثر من مناسبة، سواء الثوار الذين ذهبوا لمواجهة الدواعش في الفتايح أو الثوار الذين أعلنوا عن موقفهم واضح خلال الأسبوع الماضي أنهم مع حكومة التوافق الوطني. لا يمكن أن نحن نعيش متشاكسون كل مجموعة تأخذ مؤسسة وتهيمن عليها، لابد أن تكون في ظل هذا
نعم في ظل هذا الانقسام بالتأكيد لا يمكن يعني الانقسام توحيد لا يمكن نتحدث على معالجة هذه المخاطر سواء في قطر أو في غيره. نعم بالتأكيد سيد صلاح الشلوي، يعني لا يمكن في ظل هذا الانقسام وتشرذم ما بين الفرقاء الليبيين لأجل مصالح معينة أو تقاسم للسلطة ومناصب سياسية ربما وغير ذلك أن تتوحد الجهود لمحاربة خطر يهدد ليبيا ويهدد أو يهدد بعض المناطق التي بها نزاع. معي السيد عبد الله الكبير صحفي من لندن، أهلا بك. مرحبا، تحية لكم وتحية للسادة المشاهدين والضيوف الكرام. نعم سيد عبد الله، يعني الحقيقة يعني مكالمة السيد إبراهيم ليطان يعني أثرت فينا بشكل كبير، يعني ويعني حسستنا بأن أهمية خروج الفرقاء يوم الغد بحكومة وفاق وطني أصبح يعني لزام عليهم للدعم الدولي يعني في محاربة داعش الذي تمدد، وكما تحدث السيد مليطان بأن 50,000 كتاب تم حرقه في نوفليا. ما هو رأيك في هذا الجانب وأهمية حكومة الوفاق لدعم مدينة سرت وحربها على داعش؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه قناعة توصلنا لها منذ زمن بعيد. لا يمكن مواجهة الأخطار التي تهدد الدولة الليبية سواء من التنظيمات المتطرفة أو الهجرة غير الشرعية التي تهدد الدول المجاورة على الضفة الأخرى أو على معاناة المواطن الليبي إلا بإنهاء الصراع السياسي وإنهاء الاقتتال وإنهاء الانقسام السياسي والتوحد خلف حكومة وحدة وطنية. هذه هي الخطوة الأولى. حكومة الوحدة الوطنية لا تملك بالتأكيد عصا سحرية حتى تحل كل المشاكل في ظرف وجيز وفي وقت وجيز، والمواطن الليبي للأسف كأي إنسان هو عجول، لكنها بحاجة إلى قوة وبحاجة إلى دعم داخلي قبل أن يكون هناك دعم دولي. إذا لم يتحد الشعب خلف هذه الحكومة ويؤيدها ويقف معها ويساندها في مواجهتها للتنظيمات المتطرفة، في مواجهتها للتحديات الاقتصادية المختلفة، لمعاناة المواطن الليبي اليومية، بالتأكيد هذه الحكومة لن تنجح. إذا لابد أن يعي الشعب أن عليه مسؤولية كبيرة وهو دعم هذه الحكومة والوقوف معها ومساندتها. أما أننا نتصور أننا خلاص شكلت الحكومة بكرة وأعلنت الأسماء كل واحد يذهب إلى مخدعه وينام ويعتقد أن الحكومة ستقوم بكل شيء، هذه فكرة خاطئة. ما زال أمام الليبيين الكثير من العمل والكثير من الجهد، ونحمد الله أن البشائر من الصغيرات تأتينا بأن الحكومة قد تعلن إن شاء الله في يوم الغد. أعتقد أن هذه خطوة رائعة وبادرة طيبة. المجتمع الدولي يساندنا، وخلنا نجد المجتمع الدولي خلال شهور إذا تفاقمت الأوضاع في سوريا والعراق وفي المناطق الملتهبة في الشرق العربي، قد لا نجد المجتمع الدولي مرة أخرى ليساندنا ويقف معنا. إذن علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونساند هذه الحكومة فورا تشكلها. نعم، يعني تشارك مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا سيد عبد الله الكبير يعني تفاؤله في أن يوم غد سيكون يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ ليبيا؟ نعم، أنا أتمنى ذلك. أنا أتمنى أن الفرقاء الليبيين يساعدوا المبعوث الدولي الذي صبر كثيرا وثابر بجهد غير عادي حتى جمع الفرقاء وتوصل معهم إلى خطوات كبيرة. لم يتبقى إلا أمتار قليلة وهو تشكيل هذه الحكومة والتوافق عليها بين كل الفرقاء برضا تام والتعهد بمساندتها. أعتقد أنني أنا متفائل منذ أن بدأ الحوار في الحقيقة، وأنا متفائل لأن كل الأزمات السياسية مهما اشتد القتال ومهما اشتد الصراع لابد أن تعود لها إلى طاولة الحوار. العنف لا يحل أي مشكلة، ولن تستطيع أن تحتفظ بأي شيء عن طريق العنف. لابد من الرضا والقبول والمساندة من كافة الأطراف. بعيدا عن العنف نتعود أن نسوي مشاكلنا وخلافاتنا على طاولة الحوار. هو خلاف سياسي لا ينبغي أن يمتد إلى صراع عسكري، لكنها تجربة صحيح، هي تجربة مؤلمة مرت بها شعوب كثيرة. أتمنى أن تكون درس للليبيين هذه السنوات الملتهبة. نعم. والقتال المستعر أتمنى أن يكون درس لكي لا يتكرر في المستقبل إن شاء الله. نعم سيد عبد الله الكبير الناشط السياسي من لندن كنت معنا، شكرا لك. دكتور جمعة تيجا،
يعني دعنا نفترض بأن تم تشكيل حكومة يوم الغد وتم تسمية رئيس وزراء ونائبيه أو والحكومة حكومة التوافق، ما هي المصاعب التي يعني ستواجه حكومة التوافق الوطني في 73 ساعة الأولى؟ نعم، قبل أن أجيبك أخي دعني فقط أعبر عن هاجس يؤرقني، وهو أن لا سمح الله لو فشلنا في هذا التوافق ولو فشلنا في تشكيل الحكومة أو عاق من عاق أو وقف في وجهها من وقف، فهذا سيخلق لهؤلاء الدواعش أو الإرهاب حديقة خلفية، شئنا قصدنا أم لم نقصد. هذه الحديقة الخلفية مصدرها هو مناكفة طرف لطرف آخر، لا حبا في علي ولكن كرها في معاوية. سنجد أيضا كثير من الشباب الآن الذي سيحبط، الشباب الذي سيرى المستقبل أمامه مظلم، ربما كثيرون منهم سينضموا إلى هذا التطرف. اليأس هو أحد النهايتين، فهذه مسألة خطيرة على هؤلاء الإخوة الأطراف الرئيسية التي سيحملها الله والناس والتاريخ المسؤولية أن يعوا لذلك. أما القول بأن الصعوبات التي ستواجهها الحكومة، أنا أعتبر بأنه مجرد تشكيل الحكومة سيبدأ العد التصاعدي للمشكلات، لأن المشكلات مركبة والمشكلات معقدة، ولكن على الأقل توضع القاطرة على سكتها، على الأقل نخرج من هذه الحالة التي أصبح فيها الاصطفاف محموم، أصبح فيها الصراع بعضه جهوي وبعضه مناطقي وبعضه ايديولوجي بشكل يعني فج، وفي أيديهم السلاح، هم يريدون أن يتقاتلوا لا أن يتحاوروا، والقتال في النهاية لن يستفيد منه أحد إلا هؤلاء الذين تحدث عنهم الأخ أمليطال من سر، والذين هم بدأوا وسيستمرون ما لم نقف وقفة أمام ضمائرنا وأمام الله وأمام الشعب الليبي. أما المشكلات فلا حدود لها، ولذلك أنا في بداية حديثي ركزت على نقطة وقلت بأن السيد ليون عليه أن يوضحها فعلا، لم تعد هناك أسرار الآن، وهي التدابير الأمنية محددة ووفق جدول عملي حقيقي. هل هذه الحكومة تريد قوة؟ لابد أن تكون لها قوة فاعلة على الأرض، مش فقط لكي تحمي أعضائها أو وزرائها، لكي تمكنها من تنفيذ قراراتها، لكي يشعر المواطن بأن فعلا هناك حكومة وليس كما الحكومات السابقة. نحن تعودنا على سبيل المثال السيد علي زيدان مؤتمرات صحفية لا حدود لها، ويخرج ويتحدث بلغة بعيدة عن الواقع، بعيدة عن قدرته على التطبيق، ويعتقد بأن بإمكانه بمؤتمر صحفي أو بإعلان أن والله الحكومة فقط لا تريد أن تستعمل العنف خوفا على دماء المسلمين وغيرها من الجمل المحنطة الخشبية، لأنه يستطيع أن وهو في واقع الحال لم يستطع مسكين حتى أن يحمي ذاته في غرفة نومه. هذه بدون التدابير الأمنية الحقيقية للمجتمع الدولي مسؤول على جزء كبير منها، وأقولها بشجاعة، يجب أن نقولها بشجاعة، نحن لازلنا تحت البند السابع الآن، لا نحتاج حتى لحماية المدنيين. ولو احنا تأملنا في هذا الذي حصل في ليبيا في هذا الطرف أو هذا الطرف، سنجد الخسارة الكبرى تحل بالناس، بالمدنيين في بيوتهم، في أطفالهم، في مدارسهم، في تهجيرهم، في معاناتهم، هؤلاء هم المتضررون. فحماية المدنيين لماذا من أولويات هذه الحكومة؟ ولا بد ولا تخجل في أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يجب أن نعترف ونقف أمام هذه الحقيقة بشجاعة وليس بعقدة النقص التي يجب أن نتخلص منها، لأن عليه مسؤولية. لماذا تدخل عسكريا وقصف الناتو وكان الناس يهللون؟
لهذا العمل. والآن الآن الوضع أسوأ بكل سوء القذافي، بكل ما حصل من جرائم، أصبحت الآن الصورة مأساوية أكثر. المدنيين الآن يكادون بس مش بس يفقدوا أرواحهم، يتضورون جوعا. فهذه أولوية الأولويات أخي العزيز. نعم، أذهب سيد عتيقة، أذهب لسيد صلاح الشلوي عبر سكايب. سيد صلاح، يعني هل من المتوقع أن تواجه حكومة الوفاق الوطني بالسلاح، يعني مواجهة مسلحة من الأطراف الرافضة لهذا الاتفاق أو لهذه الحكومة؟ طبعا من خلال متابعتنا لما يجري في المشهد الليبي، نجد مثلا الثوار في المنطقة الشرقية الذين يواجهون تنظيم داعش أعلنوا بشكل واضح أنهم ليسوا مع الفجر وليسوا مع الكرامة، إنما هم الآن مهمتهم محاولة التصدي لخطر تنظيم الدولة الذي يهدد درنا بشكل خطير للغاية. فتنادى العقيد بوغفير ومعه مجموعة من طبرق ومجموعة درنا وتحركوا لمواجهة هذا الخطر، وقالوا نحن لن ندخل في أي صراع بين الفجر وبين الكرامة، نحن ننتظر حكومة الوفاق الوطني. إذن هذه قاعدة عسكرية وأمنية جاهزة وتعلن استعدادها لتلقي الأوامر والانضواء تحت مظلة سلطة حكومة الوفاق الوطني. ستكون هذه قاعدة قوية جدا إن شاء الله للاستمرار وتطوير مواجهة تنظيم القاعدة والقضاء عليه في درنا. ونفس الشيء فيما لاحظناه حتى في المنطقة الغربية، يعني كتائب مثل الحلبوس والمحجوب تعلن أنها مع حكومة الوفاق الوطني وأنها تنتظر وصول حكومة التوافق الوطني حتى تنضوي تحت سلطانها، وكذلك غيرها من الثوار في الزاوية وفي غريان وأيضا في طرابلس. أنا أتصور أن بعض الذين يرفضون الحوار، خاصة ممن يحسبون على صف الثورة، يعني ممكن يصل بهم الرفض السياسي إلى أقصى مدى، ولكن لا أتصور أن الثوار بمسؤوليتهم عن الثورة عن البدل سيقبلون أنهم يكونوا جزء من صراع مع السلطة الشرعية الوحيدة في الدولة وهي حكومة الوفاق الوطني، لأنهم لنكونوا صرحاء سيكونوا معزولين تماما، سيعزلهم المجتمع ولن يجدوا من يمدهم بأي نوع من حاضنة لا اجتماعية ولا سياسية، وسيكون صراع عدمي بكل معنى العدمية. ولكن نحن ينبغي أن يكون نوسع بالنا ويكون عندنا مرونة ونقبل الخلاف في الرأي السياسي، وإنسان ربما يريد أن يعارض سياسيا فهذا ما فيش أي إشكالية عندنا، ولكن ينبغي أن نراعي أن هذه الحكومة تحتاج كما ذكر زميلنا جمعة تيجا وأيضا كما ذكر زميلنا عبد الله الكبير من بريطانيا، كلام نفيس للغاية. على الليبيين أن يساعدوا هذه الحكومة، لا يهجموا عليها كأنها بقرة حلوب كل شخص يريد أن يمتصها كما حدث مع حكومة الكيب حتى صارت نكتة بين الليبيين كما يقولوا بشبش يكيب ولا غيره. يعني ينبغي أن نحن نرتقي إلى مستوى الحدث ولا نكرر ما حدث من قبل، وأن ينتبه الشارع أن يخفض سقف توقعاتها ولا يتصور أنها نهضة صناعية كبيرة. فيما يخص المجتمع الدولي، أنا في تصوري أن المجتمع الدولي جاد غاية الجدية في أنه يقدم كل الدعم اللوجستي والأمني والمعلوماتي لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة خطر داعش وفي مواجهة أيضا الهجرة غير الشرعية وفي مواجهة تسلل العصابات المنظمة والجريمة المنظمة. كل هذه متاحة الآن بشكل ربما لم يسبق له مثيل من أمام الليبيين، وهذا ما يدعو إليه المجتمع الدولي الليبيين لضرورة الاهتمام بهذه الفرصة واستغلالها. كما ذكر زميلنا جمعة عتيقة أن نحن جزء من المجتمع الدولي، نحن لسنا عال عليه، نحن جزء من هذه المنظمة ومن حقنا أن نستفيد من كل مواردها. وقصة والله تدخل الأجنبي وغيره كما يفهمها بعض إخواننا من المتشددين ويسوقونها للناس قصة غير صحيحة. الأمم المتحدة موجودة وتتدخل في شؤون روسيا وشؤون ألمانيا وفي شؤون دول ممكن إمكانياتها المادية والعسكرية تفوق قارة أفريقيا مجتمعة بمئات المرات، وليس فقط ليبيا. ونحن محتاجين لهذا الدعم
والذين يتحدثون عن حل ليبي ليبي داخلي هؤلاء حالمون عمره ما صارت فيه مشكلة وانحلت بهذا الشكل في أي مكان من العالم. لابد من وجود قوة المجتمع الدولي كحاضنة وكضامنة للضغط على الأطراف التي تشذ عن الوفاق الوطني، ولابد أن نحن نقبل هذا. وأنا أصم صوتي إلى صوت الدكتور جمعة، ينبغي أن نتخلص من عقدة النقص أن نحن دائما نقول انتهاك السيادة. السيادة الليبية مصانة إن شاء الله، والقانون الدولي لا يسمح بهذا، والتعبيرات التي يحاول البعض تسويقها للناس على أساس أنه والله الاتفاق سيأتي بالشذوذ الجنسي وغيره، أعتقد أن هذا يعني يقول صغيرة ينبغي أن تربأ بنفسها وأن لا تسوق مثل هذا المستوى من التفكير المتدني جدا الجنسي الصرف في إشكال سياسي وعسكري دامي بين الليبيين يريد تعطيله أكثر مما هو تعطل حتى اليوم. ينبغي أن نحن ننطلق وأن نتعامل مع الحكومة بشكل واقعي ونبتعد عن الابتزاز الذي ممكن أن يمارس عليها كما مورس على حكومة سابقة. نعم، أذهب أيضا للدكتور جمعة عتيقة بنفس السؤال، يعني هل من المتوقع أن تواجه حكومة الوفاق الوطني من قبل الأطراف الرافضة للحكومة عسكريا، وكيف سيتعامل معها المجتمع الدولي يعني ما دام هذه الحكومة حكومة الوفاق ستكون مدعومة من المجتمع الدولي؟ والله يا أخي العزيز، إذا نحن توافقنا واتفقنا على الإطار الصحيح اللي يضع ليبيا أولا وليبيا ثانيا وليبيا ثالثا ومصالح شعبنا، وكل من سيخرج عن هذا الإطار ويريد أن يستعمل العنف فهو خارج على القانون، على إطار الشرعية، على إطار حتى الإنسانية، لأنه كمن يطلق الرصاص على نفسه، كمن ينتحر، لأن هذا الأمر أصبح ضرورة تمس الناس. لم يعد، نحن جربنا وفي مأساتنا الدامية اللي مررنا بها ربما إن كان لها جانب إيجابي فهي قد فعلا نبهتنا وفتحت عيوننا على أن فعلا هذا الطريق غير صحيح، هذا الطريق مهلك. أما التشنج والعنتريات والتهديد فهو سيكون موجود حتى بعد ذلك، هناك أطراف لا يمكن أن تقنعها لأنها هي ربما أنا شخصيا أفسر هناك مركبات نفسية وتربوية وخلقت بعض النماذج التي لا يمكن تفقد الحد الأدنى من المنطق. تعالوا إلى كلمة سواء، ماذا تريدون بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ أما أن تواجه بقوة فهذا ما ذكرته في البداية، فإن على الأطراف الراعية وعلى الليبيين، وأنا على يقين بأن هناك شباب أنقياء حتى في التشكيلات العسكرية بمختلف مناطقها وبمختلف تواجدها، فعلا الآن قلبهم على ليبيا، يريدون المستقبل. الشباب الآن يريدون المستقبل. أيضا أخي دعني بإشارة سريعة أشير إلى نقطة، نحن يجب كما ذكر أخي عبدالله الكبير ألا ننتظر قيام الحكومة سيحقق المعجزات أو سيحمل عصا موسى. على أيضا القوة الوطنية وعلى النخب وعلى الشباب الآن الموجودين وكافة شرائح الليبيين أن يبدأوا النضال المدني اللي يعمق الدولة المدنية، يدافع عنها، يدافع عن مستقبله، بإمكان هذه القوة وهي موجودة ولله الحمد وبكثرة أن تجمع نفسها، أن تعلن صوتها كحراك مدني في الشارع، وهدفه هو بناء ليبيا، بناء الدولة والضغط، وأن يكون فعلا قوة ضاغطة لها صوت غير مشتتة بهذا الشكل ويتجاذبها هذا الطرف ويتجاذبها الطرف، والبعض ينسحب أمام قتامة الواقع وربما له بعض العذر. فعلينا دعم هذا التوجه، بداية هو خطوة أولى، وأنا كررتها كثيرا، هو ليس حلا سحريا ولن يكون، ولكن على الأقل يخرجنا مما نحن فيه. نعم، حالة الانقسام. سيد عتيقة، يعني كيف سيكون يعني ردة فعل مبعوث الأمم المتحدة
ليون، إذ لم يستطيع المؤتمر الوطني تسمية مرشحيه يوم الغد؟ والله لا أستطيع أن أتنبأ بما سيكون عليه رد فعل السيد ليون، ولكن أنا في تصوري وفي قناعتي، وخاصة بوجود أصوات كثيرة داخل المؤتمر وأنا أعرفها، لأني بحكم تجربتي في المؤتمر أستطيع أن أزعم لأني أعرف حتى كيف تدار فيه الأمور، وكيف يختطف فيه البعض حتى القرارات التي تعلن للناس للأسف، والناس كثير منهم لا يعرفون تفاصيل ودهاليز هذه الأمور. لكن أنا أرى الآن إن كان مصير ليبيا ومستقبلها سيتوقف على توافق وعدم التوافق على أسماء، فلتذهب هذه الأسماء إلى الجحيم، ليبيا أكبر. لماذا يا أخي العزيز، لماذا لا نواجه الآن؟ لم يعد هناك ظرف لا للمجاملات ولا للمداهنات، ليبيا في خطر، علينا أن نواجه بقوة وبشجاعة وبثقة في النفس من يريد أن يعرقل، فليعطينا بديل، يعطينا بديل عملي حقيقي يخرجنا، وليس مجرد تشبث وتمترس بالمواقع والامتيازات والبحث عن أدوار. هذه مهزلة لا يمكن، الليبيين لا يمكن أن يسمحوا بها، وواهم من يعتقد أنه الآن داخل شرنقته، لأن هؤلاء الناس تشرنقوا، أصبحوا داخل مثل المصيدة التي تصطاد النحل، أو لا أريد أن أقول الذباب، وأصبحوا في 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 قبضة شرنقة مغلقة، يعتقدون بأن هذه قراراتهم وأشياءهم هي التي تعطي لهم في أذهان الناس القوة والمشروعية، والناس في معزل عنهم. الناس الآن يعني يعانون، يريدون حلا حقيقيا وليس تمترسا بالمواقع والمناصب الوهمية والامتيازات التافهة والمرتبات العالية. هذا أمر يجب التصدي لي بقوة وبشجاعة وبصراحة وعدم مجاملة. هذا أما أن يتفق المؤتمر أو لا يتفق، فيجب ألا نرهن مستقبل شعب كامل ومصيره وما يواجه في إرادة أو رغبات أو منازعات بعض الأطراف، ويتصارعون من هنا ومن هناك، وصراعاتهم أغلبها فارغة لا تحوي مضمون على الأقل يحمي البلد ويسير بها للأمام ويستشعر خطورة ما يجري. أما الأصوات الأخرى ستبقى، هناك من يعلن بأنه سيرتدي البدلة العسكرية وكأنه مونتغومري سيعلن الحرب بالجيش الثامن، هذه أصوات لن يخلو منها مجتمع وهي موجودة، وأنا لست منزعجا منها يعني، لأن هذا ظاهرة إنسانية طبيعية يعني. لكن الإطار الحقيقي العملي اللي يجب أن نركز عليه ونقف عنده يقول يعني فاض الكيل، فات السيل الزبا، وأصبحنا أمام مسؤولية تاريخية. صحيح، نعم. سيد جمعة تيقة، سأعود إليك. معي عبر الهاتف السيد إبراهيم مخلوف، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. نعم، أهلا وسهلا بك. مرحبتين، السلام عليكم. نعم، كممثل عن أمازيغ ليبيا، كيف تقيمون الحوار بالصخيرات وحكومة التوافق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل الليبيين. في الحقيقة كل الليبيين ومن بينهم الأمازيغ طبعا يراقبون الحدث في ليبيا. ما يجري في الصخيرات في تقديرنا ليس حوار، وإنما هي عبارة عن مفاوضات لاقتسام السلطة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا. وفي تقديرنا أيضا ما يجري هو استرضاء من أطراف النزاع، وبدلا من محاسبة الأطراف السياسية المتنازعة يتم مكافأتها بتأسيس حكومة أو بتأسيس مجلس أعلى للدولة. وهذه في الحقيقة مشكلة تمس المسار الديمقراطي في ليبيا. وحتى تأسيس هذه الحكومة وإنشائها في الحقيقة هو ليس حرصا على المصلحة الوطنية لليبيا، بل هي حتى تقوم هذه الحكومة القادمة بمهام تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الإقليمية. من بين هذه المصالح طبعا تعلمون أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وأن هذه
الهجرة غير شرعية قد أثرت في الاتحاد الأوروبي وفي برنامجها الأمني. فبالتالي من مهام هذه الحكومة وقف هذه الهجرة غير شرعية. ومهمة أخرى طبعا مشكلة الدواعش أو الدولة الإسلامية الناشئة في ليبيا والتي ربما تنتقل إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. فبالتالي تأسيس هذه الحكومة ليس لمصلحة الليبيين بالدرجة الأولى ولكن لإيقاف هؤلاء الدواعش. وهذا طبعا يؤكد أنه انحراف في المسار الديمقراطي في ليبيا. وبالتالي نحن غير راضون على هذا الحوار ولكن نحن بين أمرين أحلاهما مر. الأمر الأول هو بين فراغ سياسي في ليبيا وسقوط الدولة أو الوصول إلى لا دولة في ليبيا وبين انحراف مسار ديمقراطي في ليبيا. نعم سيد مخلوف، يعني أنتم أمازيغ ليبيا مكون أساسي من مكونات المجتمع الليبي، لماذا لم تشاركون بالحوار ولماذا لم يكن لكم وجود في مدينة الصخيرات وفي الحوار الليبي يعني وجود حكومة توافق وطني بإذن الله؟ هو ليس فقط الأمازيغ، تم استثناؤهم أو المكونات الثقافية في ليبيا تم استثناؤهم من هذا الحوار. الكثير من الليبيين استثنوا، من حضروا في الحوار هم الأطراف المتنازعة أو الأطراف يعني الطوارق والتابو شاركوا. سيد إبراهيم، حتى الأمازيغ هناك من الأمازيغ ولكن لا يمثلون الأمازيغ. أيضا من الطوارق في هذا الحوار لا يمثل الطوارق، لا يمثل نفسه. حتى المعايير حتى تدرك صحة هذا الحديث، ما هي المعايير التي قامت الأمم المتحدة لوضعها لاختيار هؤلاء الأشخاص؟ ما هي المعايير وما هي صفاتهم؟ لا توجد أي معايير ولا توجد وليس لديهم حتى تمثيل حقيقي في ليبيا. فبالتالي هؤلاء في تقديرنا الشخصي هم شهود زور لهذه المواثيق ولا يملكون شيئا في الواقع الليبي، أو ليس لديهم أي تأثير حقيقي، إنما هم فقط لإظهارهم في الإعلام أو في السياسة وليوقعوا حتى يضمنوا ظهور هذا الاتفاق للواقع أو هذه المفاوضات. نعم سيد إبراهيم مخلوف رئيس مجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، شكرا لك. أعود للسيد صلاح الشلوي. سيد صلاح، يعني كيف يمكن، هل يمكن تجاوز المؤتمر الوطني في حالة عدم توفقه في ترشيح أسماء يوم الغد لتكوين حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق؟ هل يمكن تجاوزه؟ بس دعني فقط أنبه، يعني نحن في بداية الثورة عندما تشكل المجلس الانتقالي خرج أحد الليبيين طبعا كالعادة وقال على شاشة البي بي سي أن المجلس الانتقالي هذا موجود ليقوم بتوريث السلطة لسيف الإسلام القذافي. تلقى أحيانا تحليلات لا تستطيع أن تفهمها على أي نسق، من ضمنها ما تفضل به ضيفك الكريم الآن للأسف الشديد. سيد إبراهيم موجود هذا حوار. نعم سيد إبراهيم، عندما تتكلم على الأمازيغ، أنا قابلت أحد الأخوة الأمازيغ في الصخيرات وفي جنيف وكان موجود وكان يتكلم على موضوع المكونات، وكانوا موجودين الطوارق وكانوا موجودين التابو، كانوا موجودين النساء. صحيح أن ربما لم تحدث انتخابات عامة في المناطق الأمازيغ لينتخبوا شخص يمثلهم، هذا نفس الشيء حتى في المناطق العرب اللي موجودين من العرب في الحوار لا يمثلون. الأمر حدث بالتوافق، يعني هذا أمر تراكم من أيام طارق متري، كانوا موجودين، هذه المجموعة التي شاركت في الحوار كانت موجودة من أيام طارق متري، وهي الأسماء التي كانت تشارك. ربما البعض في ذلك الوقت كان غافل، كان ما يبيش يشارك، ربما دار الإفتاء عرض عليها المشاركة، السيد اليون ذهب إلى السيد المفتي وطلب منه المشاركة والمفتي رفض المشاركة، ثم بعد ذلك جاءت مرة ثانية أخيرا وطلبنا من السيد اليون أنه هو يستدعي دار الإفتاء وبعث رسالة جديدة لهم، فرفضوا المشاركة وأحلوا الأمر على يعني في أطراف كثيرة. ربما عدم تمثيل الأمازيغ سيد صلاح في
في الحوار في الصخيرات وفي المدن التي كان فيها حوار، يعني لعدم دعوة ليون لأمازيغ ليبيا أو مجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا؟ لا، ليس المجلس الأعلى هذا يعني ليس هيئة رسمية حتى يتعامل معها، واختار أشخاص جاء للعرب، الناس اللي هم نشطاء من العرب، هؤلاء لا يمثلون العرب وليسوا أغلبية، ربما بعض منهم لا يمثل إلا شخصة، يعني هذا حدث ليس فقط مع الأمازيغ، هذا حدث حتى مع العرب، يعني ليس هناك معيار يمكن الاستناد إليه في هذا الموضوع. كما ذكرت أن هذه المجموعة غالبها هي التي شاركت الحوارات من أيام طارق متري واستمرت فيها حتى لما جاء ليون لقيادة البعثة، لكن بالعموم يعني كانت فيه نقاشات وكان فيه دفاع على المكونات الثقافية، واستمعنا إلى وجهات نظرهم، وكان فيه ردود أيضا من ليون عليها، وقال نحن نتكلم على حكومة من 5 أنفار، لو نأتي ونمثل فيها التبو والطوارق والأمازيغ والمرأة والذوي الاحتياجات الخاصة والقبائل قبيلة، أنت تبي كم حكومة من 100 شخص ونحن نتكلم على حكومة من 5، لابد أنكم أنتوا تقبلوا هذا الشيء كحل يحل النزاع. نحن في نزاع، نحن السيد إبراهيم يتكلم على محاسبة الناس، نحن مش في محاكمات لنورنبرغ يعني بحيث أن نحن نحاسب النازيين على جرائمهم، نحن الأمم المتحدة دخلت بين الليبيين تحاول أن تفك النزاع وأن تنقلهم من الصراع المسلح الدامي إلى النقاش السياسي. فيقول لك هذا مش نقاش سياسي، معناها شنو عنده، كيف يفهم النقاش السياسي إلا إذا كان عنده العمل المسلح هو النقاش السياسي. فيما يخص المؤتمر أكيد الليبيين انتظروا بما فيه الكفاية أن المؤتمر يعدل أولويات المؤتمر في صراعه مع البرلمان، أنه هو يريد نفوذ في مجلس الدولة مقابل المهمات، هذه بعيدة كل البعد عن أولويات الليبيين، لكن نحن نقبلها من المؤتمر في أداء المحدود في الحوار. لكن أن يصل المؤتمر أن يعطل الحوار أو أن ينسحب، سيجد نفسه معزول من حاضنة اجتماعية كبيرة، وسيجد نفسه من داخل انقسم على نفسه. اليوم المساء تجاوزت كتلة التوقيع على الأسماء التي ذهبت إلى فريق الحوار، تجاوزت 72 توقيع، وهذا يعني، وهم طبعا 113 الذين يحضرون في أعلى توقيعات، 113 اللي يحضروا في المؤتمر، فمعنى هذا أنه سيكون هناك تحرك آخر ربما حتى خارج المؤتمر، وأن الوقت لن يسعف المؤتمر أنه هو رئاسة المؤتمر بالذات أن هي تماطل حتى تتجاوز يوم 20 أكتوبر لتقول يعني لوقت للمماطلة لا وقت المواطنة الشارع معاش يتحمل. سمعت مداخلة أخونا من سرت كيف يتحدث، نحن لن نبقى رهينة وجهات نظر محدودة للسيد نوري بوسهمين أو لمجموعة متشددة داخل المؤتمر أو خارج المؤتمر، لا يمكن أن نحن نرهن مستقبل بلد كاملة على ننتظر حتى يقتنع هؤلاء، لابد أن نمضي قدما ونتحمل جميعا، والمجتمع عليه أنه يتحمل مسؤوليته ولا يسمح ولا يقبل بالعبث أن يصل إلى تهديد الأمن، قضايا حيوية وأمن قومي قاعد يتهدد يوميا، وخروقات أمن قومي داخل العاصمة نفسها وليس خارجها أيضا. فلابد أن نحن نكون على استعداد تام أن نحن نتحمل جميعا المسؤولية، والمؤتمر ليس هو ليبيا، المؤتمر يمثل مجموعة من الليبيين وليس كل الليبيين، يمثل جناح معين من الليبيين وليس كل الليبيين. الآن سياسيا المؤتمر لم يعد هو المؤتمر بتاع 7/7/2012، اليوم المؤتمر صار جناح سياسي وطرف في الصراع، ينبغي أن نحن نفهم هذا الموضوع ونحاول أن نحل بطريقة سياسية بعيدا عن النزاعات العسكرية، هذا ما نطمح إليه جميعا في هذه المرحلة، ونتحمل كلنا المسؤولية وليس طرف واحد، ونحن لا نقول سيتحملون، نحن جميعا الليبيين مسؤولين عن هذا الأمر، وتجربة مريرة مرينا بها وينبغي أن نتعلم منها الدروس بعيدا عن الاستقطاب الذي حدث في المرحلة السابقة والجميع شارك فيه، وليس ولست أبرئ أحدا من هذا، الجميع شارك يعني هذا تقر يعني شارك يعني سيد صلاح تقر بأن يعني يمكن تجاوز المؤتمر الوطني في تشكيل حكومة التوافق إذ لم يصدر منه أسماء يوم الغد؟
إذا كان تلكأ فمعنى هذا أن المؤتمر أراد أن هو أو تيار داخل المؤتمر أراد أن هو يفسد الاتفاق السياسي، ونحن مش مستعدين أن نذهب مع المؤتمر في إفساد الحياة السياسية في ليبيا. لابد أن يمضي هذا الاتفاق، وما تم الاتفاق عليه حتى هذه اللحظة يعتبر في وجهة نظر الليبيين شيء جيد وشيء معقول، وهو أفضل ما يمكن معادلة نتوصل إليها. لا ينبغي أن نحن تصل بنا الرعونة إلى المجازفة ببلد من أجل نقطة أو نقطتين في المسودة لا تعجب قيادة المؤتمر أو تيار داخل المؤتمرين. نعم، شكرا لك سيد الدكتور جمعة حتيقة. تحدث سيد إبراهيم مخلوف رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يعني عدم يعني تمثيل الأمازيغ داخل الحوار، وربما ستكون هناك حكومة وفاق وطني يعني لا يمثل فيها الأمازيغ. ما هو تعليقك على حديث السيد مخلوف؟ مخلوف هو أردد ما سبق وأردد في 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 هذا الإطار موضوع واللي اتخذ فيه الإخوة الأمازيغ بعض القرارات، عدم المشاركة في لجنة الدين وعدم الانتخابات وغيرها. ولكن أريد أن أسأل سؤال، يعني الإخوان الأمازيغ هم مواطنون ليبيون، هم ليبيون أصلاء، كيف يمكن أن يتصور السيد مخلوف أن الإخوة الأمازيغ سيحققون ما يريدون داخل إطار الوطن الواحد ليبيا إن لم يتم التوافق؟ أما الانتقادات والمطالب بعضها فعلا مشروع وأنا أتفق معه فيه، ولكن القول الحلول العدمية بأن هذه مؤامرة، ما يجري هي حكومة تريد أن تكافح الهجرة غير الشرعية. طبعا ولماذا لا؟ الهجرة غير الشرعية نحن ضحاياها أكثر من أوروبا، ونستطيع أن نقول نحن الهجرة الشرعية على أوروبا، على العالم أن يشارك فعلا في مكافحتها، ليس بمجرد التصدي للقوارب الموت التي يلجأ إليها هؤلاء الفقراء الذين يعبرون الصحراء والبحر يأتون ليموتوا من أجل رغيف الخبز. لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وأن يوفر فرص العيش على الأقل الحدود المعقولة لهم في مناطقهم ضمن إطار نحن تضررنا من الهجرة غير الشرعية. والقول بأن هذه مجرد حكومة لتنفيذ أجندة، هذا كلام يعني لن يؤدي بنا إلا إلى حلول عدمية، وكل سيتمترس في مكانه. ومن السهل جدا إيجاد مثل هذه التخريجات التي قد تريح نفس الشخص اللي يتخذ هذا الموقف، ويعتقد بأنه يدافع عن قناعات، له الحق في قناعاته، له الحق في أن يطالب، يعني هذا حق مواطنة، لكن في إطار دولة واحدة، في إطار حكومة واحدة، في إطار كيان سياسي، كيان وطني. أما مثل هذه المماحكات ومثل هذه التشكيكات والمصادرة على المطلوب والقول بأن هذه كلها مؤامرة، ما هو البديل؟ فليعطينا، يا ريت الأخ مخلوف قال والله نحن الأمازيغ لدينا مشروع. نعم نعم دكتور جمعة تيقة، خليك معايا. معي السيد طارق أبو هيسة عضو مجلس النواب، مرحبتين بك سيد طارق. وأهلا وسهلا أخي. أهلا بك سيد طارق، يعني تبعت المؤتمر الصحفي لليون الذي يعني تحدث فيه عن يوم غد وعن يعني بإذن الله إفراز حكومة وفاق وطني بعد أن يرجع المؤتمر الوطني بتسمية مرشحيه، كيف نظرت أو كيف هي الأمور الآن في الصخيرات، وكيف نظرت البرلمان للحوار في هذه الساعات الأخيرة؟ الله نشد على أيادي كل المتحاورين، ونتمنى أن تتم تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. فالبلاد في 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 مأزق خطير جدا حقيقة، وفي مأزق خطير جدا، نتمنى تشكيلها. وبالنسبة لكل من تسول له عرقلة الحوار، نتمنى أن يحاسب وأن يكون
وبالنسبة لنظرة كشخصية ومجلس النواب تحكي يعني. نعم عن نظرة مجلس النواب. طبعا أنا خارج مجلس النواب من شهر سبتمبر الماضي يعني. نعم. ولكن ما هي نظرتك الخاصة إذن؟ وكأعضاء ذهبنا للمقاطع. أنت كعضو مقاطع لجلسات مجلس النواب؟ نعم نعم. عموما احنا كنا بسخيرات قبل 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 العيد بأيام، وكنا بسخيرات ناقشنا على المادة 15 و16 و17 بالمسودة، وعدنا السيد اليوم بإدراج ملحق خاص بهذه المواد ما تم الاتفاق عليه، ورفض أخوان النواب في تبرق، وهذا ليس ولكن ما يهمنا هو إخراج البلاد مما هي فيه الآن، إخراج البلاد مما هي فيه من انهيار اقتصادي، من هجرة غير شرعية وإلى آخره. نحن نشد على 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 نحن نشد، لابد من الحوار، لابد من إيجاد حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن لإخراج البلاد من هذا المأزق. نعم، هل أنت متفائل سيد طارق بيوم غد بأنه سينتج عنه يعني تسمية حكومة وفاق؟ إذا صدقت النوايا أخي العزيز، إذا صدقت النوايا بتشكيل الحكومة، وإذا صدق نحن هناك طرفان متشددان من 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 الطرفين، وكل يخون الآخر. لا نريد النظر لهؤلاء من يخونون الآخر. نحن البلاد الآن في محك، البلاد الآن في ظروف استثنائية، البلاد الآن بحاجة إلى حكومة وفاق، البلاد لا بد من تشكيل حكومة وبأسرع وقت ممكن، وأنا متفائل جدا. صحيح هي مش حتتشكل، مش حتشكل حكومة يعني وبتلاقي صداها من أول يوم، أكيد فيها عثرات وفيها، لكن بإذن الله حتتجاوز هذه العقبات وحتستمر، وبإذن الله حتخرج البلاد بحكومة، وبإذن الله حتخرج من هذا المأزق اللي فيه البلاد الآن إن شاء الله. نعم، شكرا لك سيد طارق أبو هيسة، عضو مجلس النواب المقاطع لجلسات البرلمان، شكرا لك كنت معنا. السيد صلاح الشلوي، ما هو تعليقك على حديث السيد طارق أبو هيسة ويعني تفاؤله بأن ربما سيكون يوم غد هناك حكومة توافق ونظرة العامة ل يعني مجريات الأمور في الصخيرات؟ تعليقي حقيقة أن نحن يعني صنوانا يسقى بماء واحد، هذا هو الصوت اللي نحن نبوه، سواء من طبرق ولا من طرابلس ولا من أي مكان، هذا هو الصوت العقلاني اللي نحن ممكن نتفاهم معاه، وحتى لما نختلف معه نختلف بالحسنى وفي إطار الأخوة الليبية وفي إطار المظلة الليبية وفي إطار البيت الليبي وفي إطار العتب الليبي وفي كل هذا الرصيد التاريخي العميق الضارب بجذوره في أعماق الأرض وفي أعماق التاريخ والجغرافيا والسياسة والنفسية، لا ينبغي أن نهدره. طارق منا ونحن منه، يمكن نختلف في بعض المراحل سياسيا، ولكن هذا المنطق لا نختلف معه في شيء، نقبله ونتعامل معه، ونثق إن شاء الله أن مثل هذه الجهود في البرلمان وفي المؤتمر يمكن أن نصل إلى التوافق. هؤلاء هم الذين سيصنعون التوافق بإذن الله. ويبقى دائما في أي مجتمع من المجتمعات هناك الشذوذ وهناك التشدد وهناك التطرف السياسي وهناك التطرف اليميني المتشدد والمتعصب، كل هذا موجود في كل المجتمعات، لكن نريد مثل هذا الصوت، صوت طارق وصوت غيره في المؤتمر وفي البرلمان، أن يكون هو التيار العريض. نحن لا نستطيع أن نقول أننا سنقضي على الإرهاب وعلى داعش بشكل جذري، نحن نريد تقوية المجتمع أن يكون قادر على أنه يكون بيد زمام المبادرة، لا نريد المجتمع أن يضعف فتستولي عليه النزعة التطرف، نحن نريد أن نعالج عوامل الصحة في المجتمع والدولة بحيث أنها تكون قادرة على المواجهة والاستمرار وحاشة طاقات المجتمع البشرية والمادية لمواجهة الأخطار مثل طارق ومثل من يوازيه
بنفس المنطق في المؤتمر في طرابلس، هؤلاء الذين يعززوا هذه عوامل الصحة في المجتمع والدولة، ويعززوا الإشكالية التي حدثت. كل المجتمعات تحدث فيها مشاكل، وكل المجتمعات يحدث فيها صراعات، لكن مثل هذا الصوت العقلاني هو الذي نريده أن نسمعه من داخل البرلمان ومن داخل المؤتمر، ونريد أن يخرج للشارع وينزل للشارع ويكون تيار عريض. ثم بعد ذلك عندما يكون هناك مجموعة محدودة متشددة أو غيره، يكون تأثيرها بسيط على التيار وعلى مجرى المصالح. وأنا من هنا يعني نقول أن مصالحنا ومصالح الدول الأخرى واحدة، يعني تو نحن مش متضررين من داعش. إذا كان المجتمع الدولي قالنا نساعدكم في مواجهة داعش، يقول لا ما تتدخلش في شؤوننا، خلي داعش تستولي علينا، هذا منطق معقولة؟ والله نقول له والله نحن منتفعين، نحن من الهجرة غير الشرعية، بحيث نقول والله الغرب يريدنا أن نعالج قصة الهجرة غير الشرعية من أجل مصالحه، وكأننا الهجرة غير الشرعية هذه من مصلحتنا نحن. يعني يا ناس نحن ما نش عارفين حتى إيش الخير من الشر بالشكل هذا. حيضحكوا علينا العالم، حيضحكوا علينا كيف نتكلم بهذا المنطق. نحن نتضرر من الهجرة غير الشرعية قبل ما يصل الضرر إلى أوروبا، وأنتم شايفين ما ينتشر في بلدنا من الأحداث ومن الأمراض ومن السرقات بسبب الفلتان ووجود أجانب على أرض البلد، على أرض الوطن، دون أن يكون هناك أوراق ثبوتية لهم ومعروفين من أين أتوا. ما هذا المنطق يا أخواننا؟ ما نش عارفين حتى شنو الخير والشر. إذا كان توافقت مصلحتنا مع الغرب نفسدها، ما هذا؟ نحن عندنا نفط نبيعوه، نقولوا لا والله ما نبيعوش للغرب، المن بنبيعوه. هم عندهم القدرة على سيد صلاح. سيد صلاح الوقت يعني اقترب على الانتهاء، يعني كلمة أخيرة للمؤتمر الوطني والبرلمان، وربما المؤتمر الوطني يعني معني في هذا الوقت في أن يعني يسارع في ترشيح الأسماء وانتهاء هذه الأزمة ب يعني انبلاج حكومة وفاق وطني غدا بإذن الله. كلمة أخيرة موجهة للمؤتمر الوطني، أنتم نحن سنحاسبكم أنتم على ما سيصل إليه المؤتمر. أنتم مسؤولون على إمضاء هذا الاتفاق والمحافظة عليه والدفاع عنه وعدم السماح للتيار المتشدد داخل المؤتمر أنه هو يقضي على الأمل لأن نحن نعالج مشاكلنا بشكل سياسي ونخرج من هذه الورطة. كل الأعضاء مسؤولين، خاصة قائمة 70 التي وقعت على قائمة المرشحين، ينبغي أن يكون لها دور فعال ولا تترك للرئاسة أن تشتت في جلسة الغد المؤتمر في قضايا تافهة مثل تعيين سفراء هم أبعد ما يكونوا عن الخيال. يعني أرجو أن هو يكون يرتقي المؤتمر لمستوى المسؤولية والحساسية الموجودة في الشارع وفي عند الأطراف، سواء داخلية ولا إقليمية ولا عالمية. أرجو أن نحن نرتقي إلى هذه المسؤولية، والله عز وجل يكون في عونكم ويوفقكم إن شاء الله إلى كلمة في ترأب بها الصدع وتكون كلمة خير وموقف يكتب لكم إن شاء الله. نعم، شكرا لك سيد صلاح الشلوي. معي أيضا في الدقيقة الأخيرة سيد الدكتور جمعة تيقة. كلمة أخيرة للمؤتمر الوطني في هذه الساعات التي يعني ربما حاسمة وتاريخية في تاريخ ليبيا، وأيضا يعني كلمة لبرلمان طبرق في هذا الوقت. والله الكلمة التي أقولها بشكل عام هو اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الوطن، الظرف حرج. أنا المؤتمر الوطني الحقيقة بحكم معايشتي وتجربتي فيه، لي فيه أعزاء وأصدقاء، وعلى رأي المثل الليبي بيننا عيش وملح، وأراهن على ضميرهم الوطني، وأعرف ما يعلنون وما يسرون إلى حد، ومواقفهم معروفة. أناشدهم الآن، لم يعد هناك وقت للمجاملة، لم يعد هناك وقت لإتاحة الفرصة لمن يريدون أن يختطفوا روح الوطن، يريدون أن يختطفوا أمل الناس. عليهم أن يقفوا بشجاعة، وإن كانت الرئاسة مرتهنة فليست هذه الرئاسة ليست مقدسة وليست كهنوت، ويجب أن تكون مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي أكبر. أناشدهم، أناشد ضمائرهم، وأنا على ثقة بأن الكثير منهم الكثير والغالب يحسون فعلا بخطورة هذه المرحلة، وهم يقفون أمام مسؤولياتهم، وهم يعرفون
لأنهم إن لم يفعلوا ذلك في هذه اللحظة فسيلعنهم الله والناس والتاريخ. نعم نعم، هذا ما أقوله وهذا ما أمله ونتمنى نعم نوافقك أكيد الرأي سيد الدكتور جمعة عتيقة. شكر لك الناشط الحقوقي والمحامي المعروف دكتور جمعة عتيقة، وأيضا الشكر للمحلل السياسي صلاح الشلوي عبر سكايب حدثنا. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية الخاصة التي بدأت في ساعات مضت مع الزملاء. شكر لجميع الطاقم الفني والعاملين على إنجاز هذه التغطية الخاصة. نتمنى أن يكون يوم غد 7 أكتوبر يوم مفصلي في تاريخ ليبيا تأتي به حكومة وفاق وطني لتحل كل المختنقات وكل المشاكل التي تواجه مصير ليبيا واستقرار ليبيا. إلى هنا، هذا أنا عبد الحميد الحصادي أحييكم وأتمنى لكم نوم هادئ، وأتمنى أن ألاقيكم في تغطية أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.